ومما يعلي الإنسان في همته أن يسعى في استنهاض همم الآخرين لما يعود عليهم بالنفع، فإنك متى كنت ساعياً في جعل الناس على أعلى الدرجات وأحسنها كان هذا من أسباب علو همتك. فليكن من شأنك أن تراعي صفات الآخرين وتدلهم على ما يتوافق مع صفاتهم مما يستجلب رضا رب العزة والجلال. فمن كان من أهل خلق فاضل سعيت في تنمية ذلك الخلق في نفسه ليكون على أعلى الدرجات.